طبعا هنا المنطقه هنا بحيرات الاكساده، وطبعا دي من اهم المناطق المشاهده للطيور في مصر. الطيور طبعا بتيجي في فصلين، طبعا يمكن فصلين، فصل الخريف وفصل الربيع. فصل الخريف بتبقى فصل قدومها من منتصف اغسطس، بتيجي طبعا من كل سنه باعداد كبيره جدا لمصر طبعا زائره، وبتعاود تاني رحلتها في فصل الربيع طبعا برضو من منتصف مارس حتى نهايه شهر مايو. فيمكن دول الفصلين اللي هي بتيجي فيهم. وفي اعداد كبيره طبعا زي ما احنا شايفين النهارده كده من طيور اللقلق الابيض اللي هو الوايت ستورك، وطبعا كتير من الطيور الحوامه المهاجره اللي بتنتشر في مصر بشكل كويس في اثناء مراحل هجرتها يعني.